هلا قربت انا استاذ شاكر من عمل المندوبيه اجمالا. شكرا مرة أخرى سي شكري. بالنسبة للعمل المندوبية ربما هذا هو الاعتقاد لدى كثير من المواطنين، لكن الواقع على خلاف ذلك، لأنه حتى من ناحية الزاوية الإحصائية اليوم ليس هناك كم الذي يسمح بالانكباب عليه من جانب الاجتماعي أو تدبير امتيازات المسنونة أو المقننة لفائدة قدماء المقاومين وضع جيش تحرير وحتى ذوي حقوقهم، وإن هذا مشروع مسترسل. إحصائيات تتضاءل، يعني رقم المقاومين وذوي حقوقهم يتراجع بشكل مستمر وأفقه محدود جدا، لكن العمل الأساسي اليوم بالنسبة للمندوبية السامية منصب على الذاكرة، حماية الذاكرة والتواصل مع الذاكرة وتمين الذاكرة وحفظها. ولا أخفيك أنه في المجال لدينا أكثر من محور نشتغل عليه. هناك أولا مجال التوثيق والكتابة والنشر، وركبنا فيه بشكل ربما مهم يضاهي عمل مؤسسة جامعية علمية عملاقة. نصدر حوالي 100 كتاب بشكل سنوي. هناك سلسلة مجلة خاصة بالذاكرة، وهناك سلسلة للأطاريح والمؤلفات الجامعية، وهناك سلسلة كتاب الطفل، وهناك مشروع الحركة الوطنية. مجموع الإصدارات يقارب 100 تقريبا بكل سنة، نفوق 1000 إصدار اليوم حول الذاكرة المغربية، وخاصة المهتمة حول هذه المرحلة، مرحلة 1912-1956.